السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبا عبد الله، تفضل. بارك الله فيك. وفيك. حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. الحديث دي يتعارض مع رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. تقصد ايه بالضبط؟ يعني هنا يقول لك غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صغيرا وكبيرا. بس هذا المطلق يحمل على المقيد، المطلق يحمل على المقيد، يعني الرواية المطلقة حملت على الرواية المقيدة. لماذا قلنا هذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الكبائر في حديث بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا إلى آخره، قال في نهاية الحديث: فمن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. سمعتني؟ جزاك الله خير. وكذلك في حديث: خمس صلوات في اليوم والليلة، من حافظ عليهن اتم ركوعهن وسجودهن إلى آخره، ومن لم يحافظ عليهن ولم فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. ولقوله تعالى أيضا: يغفر لمن يشاء يعذب من يشاء. وهذا المطلق والمقيد له نماذج كثيرة: ادعوني أستجب لكم، فبعض الناس تدعو ولا يستجاب لها. الله قال: فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. واضح كلامي؟ واضح. السؤال الثاني: فلا تعارض.